لك خلصني احكي بقى، شو صار؟ الجنين بخير؟ إليف بخير؟ قول. بس تجي بتعرف تمام؟ لازم سكر، بدي روح شوف إليف. شوفي شو قال له. إليف بالمشفى سبيل. والبيبي كيف؟ والبيبي ما بعرف شي. أنا لازم أكون جنب إليف وما أتركها لحالها هلا. لازم أروح لعندها وأطمن. قالت لي إنها خايفة. لك أنا شو عملت؟ ليكي إذا بيصير شي على ابني مانو منيح، أنا بحياتي ما رح سامح حالي أبدا، صدقيني. إرهان استنى جاية معك. سبيل، إليف مانا منيحة وإذا شافتك رح تتعب أكثر. تمام. سبيل صاير شي؟ سبيل، الضيوف رح يوصلوا هلأ، بس بقي علينا الترتيبات النهائية. تمام، جاية فورا. تمام، يلا جايين. تمام. تون جاي؟ ليك هذا آخر معروف بتقدم لي يا تمام. بترجاك، بترجاك ما تخبر حدا لو سمحت. قلت لك هيك شي ما بيتخبى. نحن مضطرين نحكي، رعد لك ياها، مستحيل. تونجاي لو سمحت، عم قلك لو سمحت. شوف حالتي، أصلاً أنا عم موت وموجوعة من جوات قلبي ومات ابني. مستوعب إنه ابني خسرته؟ طلبت منك هالطلب، بترجاك. ليكي أنا حاسس فيكي، بس يلي مات كمان هو ابن إرهان، يعني أنا مضطر أحكي له هذا الشيء. هذا الموضوع مو ممكن يتخبى. أنا كنت رح صير أم يا تونجاي. أنا من سنين وبحلم أني صير أم. إذا عرف إرهان أنه ابنه يلي ببطني راح، ما عاد أقدر شوفه، رح يطلع من حياتي لآخر العمر، وأنا ما فيني أتحمل هالشي. ما رح يقدر قلبي يتحمل كل هالشي تونجاي، صدقني ما فيني لو سمحت. لك أنت همك كله إرهان يعني؟ أنت همك الوحيد إرهان؟ هو ما بيحبك، كان بده يكفي معك مشان الولد، والولد هلأ راح ما عاد يرجع بنوب. لازم تتقبلي، ما بده ياكي. ليش أنت لسه بدك إياه؟ ليش؟ شو هالإصرار؟ لأني لساتني بحبه. أنا كتير بحبه تونجاي، وما بيهمني إذا هو بيحبني وبده يعني أو لا. بكفيني إنه يضل معي. أنا بعرف إنه حالتي مثيرة للشفقة، بس ما فيني عيش بدونه أبداً. ما فيني عيش، أنا ما بقدر عيش من دون إرهان تونجاي. إذا كنت شريك بهي الكذبة فبكون عم سلمك بإيدي لإرهان. عم تضغطي علي كتير يا إليف. أنا ما فيني كذب. إرهان لازم يعرف الموضوع، تمام؟ تونجاي لو سمحت. شو بدي أعمل هلأ؟ شو رح أعمل؟ فيكي توقعي هون لو سمحتي مدام؟ إليف خانة موافقت على تخريجك من المشفى بس لأنك أصريتي. أنا برأيي خليكي تحت المراقبة كم ساعة زيادة بس. الدكتور معه حق بحكيه، خلينا نطمن عليك شوي. صدقني أنا منيحة دكتور، شكراً لك. تونجاي ما بدي ضل هون أكتر رجاءً. لا تنسي تاخدي الأدوية بالوقت الصحيح، بس مع هالأدوية ممكن يصير في إقياء ودوار، وإذا رجع صار معكي نزيف لازم ترجعي لهون فوراً، وأنا بعتذر مرة تانية على خسارتكم. شكراً لك دكتور، يلا حبيبتي نمشي. يعطيكم العافية، شكراً. الله يعافيك. تفضلي. تونجاي، بترجاك خلينا نمشي بسرعة، راسي رح ينفجر كل ما بتذكر اللي صار معي هون. تمام حبيبتي، ليكنا طالعين لا تفكري كتير، بس ليكي بدي أقول لك شغلة. رح تقولي له ما؟
لك قلت لك ما بقدر، ليش ما عم تستوعب؟ لا ما عم افهمك. شوف تونجاي، انا بعرف اني عم اطلب منك شي صعب عليك، بس مو طالع بايدي شي وانت لازم تساعدني. لنفترض انه انا ما خبرته، هو جاي على المشفى ورح يعرف. بس اذا مشينا فورا هو ما رح يعرف شي، فهمت؟ لا تحكي حكي فاضي. يا شو انت طفله مفكره ايرهان غبي او اعمى؟ يعني ما رح يحس او يعرف بعد فتره؟ ها شوف، خليه طلق سيبيل ويتزوجني بعدها، ووقتها انا رح اقول له كل شي. تمام؟ انا بوعدك لو سمحت فهمني شوي، لو سمحت. يلا خلينا نمشي قبل ما يجي ويشوفنا. إليف انت منيحه؟ كيف البيبي؟ منيحه منيحه، ما فينا شي. كان عندي نزيف بسيط بس الدكتور قال هالشي طبيعي لا تقلق. الف الحمد لله الحمد لله. فينا نروح هلا؟ ايه طبعا. لازم أكون مع إليف، تركتها لحالها كتير. قالت لي لا تتركني خليك معي، قالت لي إنها خايفة. لك أنا شو عملت؟ ليكي إذا بيصير شي على ابني مانو منيح، أنا بحياتي ما رح سامح حالي أبدا، صدقيني. إرهان استنى جاي معك. سيبيل إليف مانا منيحة، وإذا شافتك رح تتعب أكتر. تمام رايح. سيبيل أنت مو على بعضك أبدا. شوفي بترجاكي تقليلي إذا مو على بالك تحكي. أنا بفهمك بس ياريت تهدي وتروقي. أنا كتير منيحة، روح أنت وهلأ بلحقك. اليوم كتير مهم وخاصة بالنسبة إلك، هذا هو يومك، لا تزعلي حالك مشان حدا لو سمحتي. إرهان فينا نحكي كلمتين؟ تونجاي شكراً كتير لمساعدتك، بس أنا والبيبي تعبنا كتير، بدي روح على البيت مشان ارتاح، وبابا اكيد قلقان علينا. إليف حبيبتي اذا بدك امشي قدامي على مهلك، انا بحكي معه كلمتين وبلحقك فورا. تمام؟ تونجاي بده يحكي شي مشان بيركاي، يعني مو ضروري تنطرني بهالوضع. ما بعرف والله. امشي وانا بلحقك. تمام. تفضل. بترجاك لا تخبره تونجاي، لو سمحت لو سمحت ما تخبره اللي صار، لو سمحت. يا ربي ساعدني. إرهان ما بتعرف شو صار مع إليف والطفل تبعك؟ شو صار معهم؟ شو صار معهم تونجاي؟ احكي. اخي قل لي شو صار مع إليف والبيبي. يلا إرهان، المهم هلا كانت خايفة إليف، يعني كانت قلقانة كتير. الحمد لله الطفل بخير هلأ يعني، وهي قالت كذا مرة أنه خايفة تبعد عنك مشان تعرف. أنا جنبها دائما. المهم شكراً لك.